لذلك المباراة مباراة ثقافية، مباراة وعي. فإن رأيت أناسا نسبوا شكليا إلى الله ثم غلبوا ولم يغلبوا، فقول إن قولكم إننا جند الله وحزب الله كلام فيه مبالغة وفيه شك. اللي أقصده لما تقرأ القرآن إيه؟ أن النصر دائما شيء مفاجئ. اوعوا حد يضحك عليك، اوعوا تقعوا في الفخ، اوعوا تفرطوا في الشرعية. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في قناتكم الواعي الإسلامي. في هذه الحلقة نتناول وثيقة تحرير مصر المحتلة، حيث مجموعة من الشخصيات الإسلامية وخيرة العقول الإسلامية وضعت وثيقة ترشد الشباب المسلم وترشد المسلمين في مصر وفي خارجها إلى كيفية تحرير مصر المسلمة من الاحتلال العسكري الصليبي الجاثم على صدرها حاليا. أنا استوقفني طبعا الوثيقة يعني بتتحدث عن مبادئ الشريعة الإسلامية في التعامل مع عسكر الصليب هؤلاء، ولكن استوقفني منها البند 9، وهذا هو البند اللي أنا أعتقد أنه أخطر بند وغائب حتى عن قيادات التيار الإسلامي، يعني بيقولوا قيادات ويغيب عنهم هذه الأمور، وسيد قطب تحدث عن ذلك أيضا. البند 9 الوثيقة بيقول يقول أمرا خطيرا جدا ويغيب حتى عن قيادات التيار الإسلامي، وأنا شخصيا كنت مصدوما فيه. يعني البند 9 بيقول لك إيه؟ أحكام الشريعة الإسلامية هي وأدلتها التفصيلية هي المصدر الوحيد، نعم المصدر الوحيد للتشريع، والشورى مبدأ إسلامي، ما فيش حاجة اسمها ديمقراطية. فحقا أنا يعني استغربت ودهشت، إيه هي الشريعة المصدر الوحيد؟ طب يعني العالم وصل للديمقراطية لا نأخذه بالديمقراطية؟ العالم وصل في الفنون والفلسفة والحضارة والتمدن، كل هذا لا نأخذه ونقتصر فقط على الشريعة الإسلامية، نشوف القانون الفرنسي والقانون البريطاني ونتعلم من تجارب الأمم المتقدمة والمتمدينة؟ لماذا لا نتعلم من تجارب أمريكا وتجارب روسيا وتجارب فرنسا وتجارب بريطانيا، تجارب اليابان، الأمم التي سبقتنا؟ طبعا الوثيقة هنا لم تشرح هذا الأمر، ولكن زالت دهشتي عندما قرأت لشهيد الإسلام والمسلمين سيد قطب الله يرحمه، والعسكر يحاربونه في ظني بسبب هذه النقطة. وسيد قطب كان علماني، لغاية سيد قطب يقول نفس الكلام، وأنا يعني ولكن سيد قطب قال مسألة في غاية الخطورة. قال قانون تجد يحكم التاريخ الإسلامي، قانون كده يحكم التاريخ الإسلامي منذ البعثة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يومنا هذا. إيه عم سيد؟ قال في كتابه معالم في الطريق، قال لك إن المسلمين ليس بمقدورهم أن يصلوا للمنجزات المادية في وقت قصير، يعني فعلا المسلمين كي يستطيع العالم الإسلامي المسلمين أن يصلوا إلى الفضاء أو يصلوا إلى النووي أو ما إلى ذلك، ده أمامهم يعني شوط طويل، ولكن قال بمقدور المسلمين أن يسيطروا على العالم ويحكموا العالم فقط بشيء واحد. إيه عم سيد؟ القرآن فقط، ولا يأخذونه بأي مصدر آخر غير القرآن. فقال لك هوت إن هو طبعا في فصل سماه جيل قرآني فريد. فقال لك والله إحنا تعالى نشوف التاريخ الإسلامي، متى تقدم المسلمون، متى ساد المسلمون العالم؟ المسلمون سادوا العالم يعني في عهد الرسول كان تأسيس الدولة، وفي عهد الخلافة الراشدة أبو بكر وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه. العالم اللي فجأة المسلمين دول اللي طلعوا من مكة والمدينة في يعني البدو ومفيش حضارة خالص، فجأة أصبحوا سادة العالم وبيحاربوا أمريكا، بيحاربوا الفرس والروم. يعني تصور أنت السعودية النهاردة بتحارب الجيش الأمريكي والجيش الروسي الاثنين مع بعض وتهزمهم. إيه يا عم، وفي حد بيفتح حرب على جبهتين؟ يعني لما تيجي تشوف أبو بكر الصديق ده كان بعشر جيوش، مش على جبهتين، عشر جبهات. عمر بن الخطاب كذلك،
الأمويين كانوا بيحاربوا في الأندلس وفي أرمينيا وجورجيا وباكستان. ما هذا يعني؟ الناس دي في ايه؟ دماغ في ايه؟ فسيد قطب الله يرحمه قال كلام خطير جدا، قال لك والله ان احنا اذا نظرنا في التاريخ الاسلامي سنجد ان هذا الجيل الذي ساد العالم كان مرجعه الوحيد القرآن الكريم والسنة النبوية فقط لا غير. واضاف ان هذا امر كان مقصودا. انت النهارده بتقول عايزين ندرس تجربة امريكا، امريكا متقدمة، يبقى اذا ندرس تجربة امريكا. اليابان متقدمة، عايزين ندرس تجربة اليابان ونتعلم منها. طب يا سيدي المسلمون الاوائل جيل الصحابة، هذا جيل فريق كما قال سيد قطب، كانوا سادة العالم، تعالوا ندرس تجربتهم. هذا ما قاله سيد قطب. طب هؤلاء الناس درسوا في اي جامعة؟ مفيش. هؤلاء الناس تتلمذوا على يد ارسطو ولا افلاطون ولا راسل ولا ديكارت ولا غيرهم من الفلسفة ولا ماركس ولا غيره؟ مفيش. درسوا تجربة اليابان؟ ما في ابدا. درسوا تجربة الفرس والحضارة الفارسية؟ ابدا. درسوا تجربة الرومان؟ ابدا. ماذا درسوا؟ يعني مكة لم يكن فيها مكتبة، المدينة المنورة لم يكن فيها مكتبة، ولا مكتبة ولا جامعة ولا فلاسفة ولا ولا دولة حتى. الناس جاي من الصفر، إنما درسوا كتابا واحدا هو القرآن الكريم، وتعلموا على يد شخص واحد هو الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني خلي بالك، درسوا كتاب واحد القرآن الكريم والإيه والشخص واحد اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن خلال هذا الكتاب اللي هو القرآن الكريم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، ومن خلال المعلم الرسول القدوة صلى الله عليه وسلم، هزموا الفرس بثقافتهم وفلسفتهم ومكتبتهم و و و وهزموا الروم حضارتهم. روما بقى، ده روما في أيام زمان اللي هي روما التي ورثت اليونان، وحضارة اليونان وكانت إمبراطورية هي الأخرى. وأنا أفكر في كلام سيد قطب وجدت أن أنت إذا نظرت في التاريخ الإسلامي كله ستجد أنه كلما عاد المسلمون للقرآن الكريم والسنة النبوية كلما انتصروا وسادوا العالم. كلما ابتعدوا عن القرآن الكريم والسنة النبوية وصاروا بقى وراء فلسفة مين وتجربة اليابان وتجربة أمريكا، كلما أذلوا واستعبدوا وأهينوا وجاعوا وأبيتوا. وتعالوا نرى، ده التاريخ الإسلامي يقول كده، إن التقدم العسكري والحضاري للمسلمين مرتبط بهذا، إن بهذا. مثلا في عهد الخلافة الراشدة، لما تنظر وهنقارن بين الدول اللي درسوا لنا في المدارس الدول الإسلامية التي قال لك سادة فيها العلوم والفنون والمش عارف والحضارة وما إلى ذلك، وبين الدول الإسلامية التي نحن لم نعرف أنه ساد فيها لا فنون ولا فلسفات ولا غيره، على سبيل المثال. وسنوضح لماذا هذا. يعني لما تأتي الخلافة الراشدة تجد أنه في ظرف من سنة 11 هجرية لسنة 35 هجرية اللي هي 24 وفاة عثمان بن عفان رضي الله عنه، 24 سنة فقط. مبارك حكمنا 30 سنة دولة قد مصر، 30 سنة عملش حاجة، قال لك حررت طب طب دي قرية. قال لما تيجي بقى في 11 سنة ده وتنظر على الخريطة تجد أنه في 24 سنة دويلة المكة والمدينة، شوف انت دولة بحجم مكة والمدينة النهاردة قد كده، تضم شبه الجزيرة العربية كلها لأنك ترتدت، ثم تضم فارس وإيران والعراق وأرمينيا وسوريا وفلسطين والأردن ومصر وليبيا وتونس وأجزاء من الجزائر، وتهزم أكبر إمبراطوريتين عسكريتين في العالم. طيب لما تأتي بعد ذلك للخلافة الإسلامية الأموية بني أمية، وجزاهم الله خيرا عما قدمه كثير من خلفائهم للإسلام، بني أمية كانوا يعني جيل الصحابة اللي هو جيل الخلافة الراشدة، لما تأتي لبني أمية هو الجيل التالي الأقرب للقرآن، يعني جيل الصحابة كان منه القرآن مباشرة أو متمثل بالقرآن مباشرة. جيل بني أمية أو حكام بني أمية هم لم يكونوا متمثلين بالقرآن بالضبط، إنما كانوا قريبين جدا للتمثل بأحكامه. تجد الدولة الإسلامية امتدت للجزائر والمغرب العربي والأندلس ورحب باكستان والسند اللي هي باكستان حاليا، وفتحت كما نشاهد يعني على الخريطة. نأتي في عهد الخلافة العباسية، لو باستثناء هارون الرشيد اللي فتح بعض المناطق، والخلافة العباسية بقى ايه؟ ترجمت عن اليونان وترجمت عن مش عارف ايه، وأصبح في عهدها الفلاسفة والمتكلمين والمش عارف والأدباء والشعراء و و و و
بغداد حاضرة مش عارف ايه وايه وايه. طب انتوا عباسيين قعدتوا كام سنة؟ قعدوا تقريبا 500 سنة او اكثر. ماذا فتحتوا؟ يعني لما تنظر للحضارة العباسية او للدولة العباسية، حتى احد المؤرخين قال انه العباسيين خذلوا الاسلام. انتوا اين ما اضفتموه لارض الاسلام؟ كلام فاضي في الاناضول اللي هي جنوب تركيا، يعني كلها كانت هو هارون الرشيد بالاساس. يعني تجد 500 سنة قاعدين يترجموا له في اليونان وفلسفات ارسطو وافلاطون ومش عارف مين. طيب فتحته ايه بقى يا سيدي؟ ولا حاجة. قول لي، خدوا بقى بالفلسفات والبتاع والكلام الفاضي، ولا حاجة. طيب الاخر من ذلك انه محمد قطب الله يرحمه، شيخ سيد قطب في كتاب واقعنا المعاصر، وتقريبا سيد قطب ايضا في كتابه، يقول لك ان امه مهزومه، امه منتصره، المسلمين امه منتصره، تاخذوا بثقافه امه مهزومه؟ يعني انتوا هزمتوا الرومان وهزمتوا اليونان وتاتوا تترجمون الفلسفه اليونانيه والكلام الهطل بتاع اليونانيين، تترجمونه وتدرسونه وتاخذون به وتتركون القران الكريم الذي جعلكم تنتصرون؟ لما نواصل البحث في التاريخ الإسلامي تجد مثلا الدولة الفاطمية دي دولة شيعية لم تكن مسلمة، دولة ضالة مضلة مرتدة عن الإسلام. لما تيجي بقى تشوف الفاطميين الشيعة دول ماذا أضافوا للعالم الإسلامي؟ ولا شيء. وكان عندهم المكتبات وعندهم وعندهم وعندهم، بل إنهم سلموا الشام للصليبيين. الشيعة ما حلف الشيعة واليهود والنصارى حلف قائم منذ الأزل، هم خنجر مسموم في ظهر الإسلام والمسلمين. إيران كانت كده في عهد الخلافة الإسلامية العثمانية، كل ما قال عثمان الله يرحمهم يفتحوا في أوروبا، الشيعة بتوع إيران يجروا يطعنهم من الخلف. يجي الصليبيين نفس الحكاية، والشيعة هم الذين دخلوا الصليبيين في مصر في عهد الفاطميين، لولا أن الله قاد صلاح الدين الأيوبي وعمه أسد الدين شركوب وأنقذوا مصر من الاحتلال الصليبي. لما نعود مرة أخرى للتاريخ الإسلامي نجد أنه مثلا في عهد الأيوبيين، الأيوبيين أيضا اقتربوا صلاح الدين، اقتربوا أكثر وأكثر من القرآن فكان النصر. المماليك أيضا كانوا متمثلين، يعني المماليك لم يكونوا يعرفون اللغة العربية كما على فكرة، كانوا المماليك كانوا أتراك سواء من شركسة أو أتراك أو ما إلى ذلك، والمماليك هم الذين هزموا المغول وهم الذين أجلوا الصليبيين عن يعني هم اللي صدوا خطر المغول في عين جالوت أو ما بعده، وهم الذين هزموا الصليبيين وطردوهم، وطبعا قدموا خدمات جلة جدا المماليك للعالم الإسلامي، والمماليك كانوا يعني الأساس عندهم الإسلام، لا فلسفة يونانية ولا فلسفة إغريقية ولا فلسفة أمريكا ولا اليابان. لما تأتي ليه الدولة العثمانية، الدولة الايه العثمانية، السلطان عثمان وأبنائه فيما بعد، كم مرجعهم؟ وهي الخلافة الإسلامية العثمانية تعتبر الأقرب للخلافة الراشدة من حيث الالتزام بأحكام القرآن الكريم، أحكام الشريعة الإسلامية. لذلك كان شيخ الإسلام منصب محوري في الدولة العثمانية وأساسي في إدارة الأحداث. يعني السلطان العثماني هنا في اسطنبول كان يأتي بشيخ الإسلام ويستفتيه وينفذ فتواه، وكان شيخ الإسلام ملازما للسلطان دائما. لما تأتي تجد أن بني عثمان أو السلاطين العثمانيين الله يرحمهم هم الذين فتحوا جنوب أوروبا وشرق أوروبا، وأقصى اتساع للعالم الإسلامي ربما وصل في عهد آل عثمان، وقالوا عثمان اللي خدوا فلسفات يونانية ولا إغريقية ولا بيزنطية. لما نأتي للأندلس، من الذي فتح الأندلس؟ البربر. البربر هؤلاء مسلمون كان مرجعهم القرآن الكريم، يعني الطري بن زياد لا على يد أرسطو ولا غيره، على تتلمذوا على القرآن الكريم. فلما تأتي بقى أنت ترى أن البربر وما إلى ذلك، طيب لما تيجي الأندلس، الأندلس درسون أقاموا حضارة، الفلاسفة والمتكلمين والشعراء والموسيقيين وابن زرياب والحضارة الفارعة في الأندلس. كانوا بيقولوا كل شوية لا خلينا مع أهل الثقة من العرب فيفشلوا،
لا تيجي نجمع الجهود معانا كلنا ثلاث أديان وثلاث ثقافات ينجحوا خلطة حضارية. ولذلك يا جماعة حاجة عجيبة، المسلم الأندلسي والعربي الأندلسي غير العربي اللي كان في بقية العالم العربي. لما تنظر كده وترى لماذا سقطت الأندلس، تجد انه دويلة صغيرة في شمال الأندلس، دويلات صغيرة جدا، إمارات صغيرة صليبية في شمال الأندلس، هي التي طردت المسلمين من الأندلس كلها. وتستغرب من انه دولة بحجم الأندلس تعجز أن تقف أمام هذه الإمارات الصليبية الصغيرة في الشمال، وهم بقى واخدوا لي بالفلسفة والكلام الفاضي وقلة الأدب والأغاني والرقص والمش عارف إيه. وتجد أن الذين أخروا سقوط الذين أنقذوا الأندلس من السقوط، الأندلس ظلت تسقط 400 سنة، حروب الاسترداد عند النصارى أو حروب السقوط 400 سنة. من الذين المرابطين كانوا مجاهدين، لا راحوا الفلسفات غربية ولا شرقية، ثم دولة الموحدين لا راحوا الفلسفات غربية ولا شرقية. ولما ننظر أيضا حتى في التاريخ الحديث سنجد مثلا أنه حركة حماس، حركة المقاومة الإسلامية حماس، الشيخ أحمد ياسين النهارده قال حماس هزمت إسرائيل في 4 حروب أو 5 حروب، وإسرائيل أمريكا والنووي والتكنولوجيا وما إلى ذلك، وحماس بلا دفاعات جوية وبلا مضادات طيران وبلا يعني مفيش لا وجه للمقارنة بين المعرفة العلمية عند حماس والمعرفة العلمية عند إسرائيل واليهود والأمريكان. من الذي أسس حماس ووضع قتل؟ الشيخ أحمد ياسين الله يرحمه. لما تجي تنظر في الشيخ أحمد ياسين كان مدرس ابتدائي، كان بيحفظ قرآن كريم، لا خريج السوربون ولا خريج أكاديمية مش عارف إيه ولا كذا الكلام، والأستاذ الدكتور في كلية الهندسة والطب، وإحنا ما جناش الكافية إلا من ورا تولي الأستاذ الدكتور في كلية الطب والأستاذ الدكتور في كلية الهندسة والأستاذ الدكتور في كلية الصيدلة جابوا لنا الكافية. أنا ما لا يعني العلوم دي مهمة جدا طبعا، لكن الذي يريد أن يحكم الدولة عليها أن يدرس علوم الدولة. أنت مهندس تمام، عاوز تحكم البلد تمام، ادرس قرآن، ادرس سنة، ادرس تاريخ إسلامي، ادرس تاريخ عالمي، علوم العلم اجتماع، افهم الدنيا ما المجتمع ماشي ازاي. احنا مش عمارة بتنبني، مش كوبري بترص في الشريق بتسفلت، وده سبب المصائب، وده طبعا سنخص له حلقات اخرى. فانت لما تأتي للشيخ احمد ياسين كان الراجل محفظ قرآن، الشيخ احمد ياسين ايه يعني، كان درس في جامعة كامبريدج، درس في جامعة نورث كارولينا، في واشنطن دي سي، ابدا، في برمنجهام، في اكسفورد، لا ابدا. الشيخ احمد ياسين لما تيجي بقى، انا طبعا لما سمعت حلقات الشيخ احمد ياسين في الجزيره محمد منصور ستجدونها في على اليوتيوب، اسمعوها ضروري جدا. الرجل متمسك بالعقل، يعني كان قراراته تنبع من العقيده الاسلاميه. لماذا لا تتفاوض مع اليهود؟ لانه احنا القران قال لنا، احنا بيننا وبينهم صراع. لما رفض الاختلاط في الجامعه لماذا؟ قالوا ان القران والسنه الاسلام بيقول هذا. طب وهتزعل الفتح والقوى الوطنيه والاستقلال الوطني هيضيع عشان خاطر واد وبنت هيكلموا واد بعض، يعني ايه المشكله؟ قال له ما ينفعش. فتجد الامور عند الشيخ احمد ياسين كده. طب ما هو السر بقى؟ ان انت القران الكريم يكفيك عن علوم بقى العلوم الحاجات دي كلها. الامر الغريب، انا ليس عندي علم شرعي، يعني انا واحد ما عنديش علم شرعي. فمثلا الشيخ وجد غنيم مثلا كان في عهد الرئيس مرسي له فتاوى وله مواقف من الرئيس مرسي، مواقف غريب. يعني انت الفنانين والفنانات رايحين للرئيس مرسي يقولوا انت رئيسنا وانت كويس كذا، والشيخ يقول لك لا ازاي تستقبلهم يا عم، الناس جايين لك وبقول لك احنا من ايدك واحنا واقفين معاك، تقول لك لا، تقول لهم لا. ايه الشيخ وجد راجل ايه يعني، حاجه تفكير غريب ده. السيسي كافر يا سيدي، ما السيسي قاتل كفايه بس، لا هو كافر. فطبعا انا ما كانش عندي علم شرعي وما عنديش حتى علم دنياوي، يعني انا قراءات يعني عابره، يعني انت في الاخر قراءه للاطلاع، في فرق بين القراءه للاطلاع والقراءه للدراسه والبحث. فلما اخذت ادرس في تاريخ العسكر دراسه، فاكتشفت انه كل قاعده اصل اليها اجد ان القران الكريم قد قالها من 1400 سنه. يعني انا قعدت ابحث
طب هم الامريكان عاوزين منين ايه؟ فلقيت انه الارشيف بتاع الامريكان نفسه يتحدث ان الامريكان يحاربونا من اجل تنصيرنا. فلقيت القران بيقول ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. لا ده مش بيحاربونا عشان الاقتصاد والبترول، لا ده بيحاربونا من اجل الرد عن الاسلام. يا نهار ابيض، ده القران فيه هذا الكلام ده 1400 سنه. اللي الواحد بقى قاعد يعني يبحث ويبحث ويبحث، طب ما يلقى قرانيه ملخصاها في اربع كلمات: ولا يزالون يقاتلونكم عن دينكم حتى يردوا، يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. استطاع خمس كلمات ست كلمات. ولا ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتي. وهذا انا ما وصلت له بالقراءه في كده يعني في التاريخ وفي الكلام ده، تجد انه ما يقوم به العسكر من الذبح والقتل، ان انت انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم. وهذا ما يحدث اليوم في مصر، العسكر يردون المسلمين عن الاسلام، يقفلوا القران والمعاهد ويعذبون المسلم لانه يحفظ القران، كما كان يحصل في اصحاب الاخدود، وكما كان الكفار يفعلون في صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانا وجدت بقى ان انت تمشي في التاريخ الاسلامي كله، يعني تمشي في واقعنا المعاصر. ولذلك ابو اسماعيل كان كده يعني يقول لك ايه، ان انتوا التيار الاسلامي لما يجي هيقفل شاطئ العراه والسياحه والميوهات فاحنا هنجوع. فاكتشفت ان احنا طول ما كانش فيه اصلا شاطئ العراه في مصر، وطول ما كانش فيه الميوهات في مصر، وكان الشعب المصري غنيا ويعيش في رغد. فلما بدأوا ان المصري يقف يحرس رجل اجنبي وامراه يسكران ويعربدان ويرتكبان الزنا والفاحشه، والمسلم المصري يقف عليهم يقول له عشان تاكل عيش، اكل عيشك ان انت تقف ولا مؤاخذه تحرس رجل وامراه يرتكبان الفاحشه، الشعب المصري مش لاقي ياكل. كبريهات الهرم اهي، قولوا لي كيف كان حال مصر قبل فتح كبريهات الهرم؟ كنا أمة عظيمة وكنا حضارة كبيرة. من يوم ما مشينا بقى في قلة الأدب والعسكر أخذونا في سكة الضلال والمشي البطال، وإحنا نرى الفقر بين أعيننا، وخاصة حلقات أخرى يعني أفرد فيها بعض الأمور التي ربما يعني تحتاج إلى وثائقيات أكثر في هذا الموضوع. فانتظرونا مشاهدينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشترك في قناتنا العالم الأسود للعسكر لتتابع الحلقات الجديدة. نلفت عناية مشاهدينا الكرام إلى إطلاقنا قناة إضافية على يوتيوب تحت اسم الوعي الإسلامي، تتناول الأحداث الجارية بالشرح والتحليل بعيدا عن محظورات الإعلام التقليدي مع العديد من الشخصيات، فتابعوها.